هذا العراق شغل زين، اكو شغل، مدير زين، ونعز زين، ويا زين هذا صديق زين ويا كله. يعني العراقيين يتعاملون وياكم زين؟ اي كله زين تمام، هذا 100%. زين، وباقي الدول شلون يتعاملون ويا بنغلاديش؟ هذا انا ما اعرف، بس انا احبب العراق، انا يجي بالعراق، يجي صديق هو يدون فيزا ويجي بالطيارة. وفلوس هذه 60 ورقة. أنا أتيك صديق هو أنا أجيب، عش يسوى هو أنا ما يعرف. هذا صديق بنغلاديش أو عراقي؟ بنغلاديش أو عراقي اثنين، هو يسوى فيزا تجيب لي لي. إقامة غالي هاي 6 ورقة، إقامة كل سنة يسوى، غالي ما يسوى إقامة. أتيك شغل هذا صديق، هو أتيك شغل ورقة وأخذه وأتيك شغل. هاي من البداية؟ ايه البداية. هذه الورقة بس اللي شغل، هو قلت لي أنا تك شغل، بس تك شغل 100 ورقة. أنا تريد هذه نزل إقامة فلوس قليل، أنا سوينا إقامة، بس هسا إقامة غالي، هاي 6 ورقة. هاي يعني أنا راتب 400 دولار، إقامة كل سنة هذه 600 دولار. شلون أسوي إقامة؟ يا رخيص أنا أسوي إقامة، كل سنة أسوي إقامة. أنا تريد هذه بوليس، أنا روح برا ما يأخذون. أنا هذه تريد هذه سوى إقامة، روح البنغلاديش وارجع، بس هذه هسه 4 سنة هذا يشتغل مكان واحد، لا تطلع برا. هي وطلع برا هذه بوليس يأخذون. أنا تريد هذه بوليس على كيفك وياي، هذا أنا خطية، هذه كل بنغلاديش خطية، هذا ويا على كيفك.